رجل دخل عليه وقت صلاة الظهر وملابسه غير طاهرة، هل يؤدي الصلاة بهذه الملابس حتى لا يخرج وقت الصلاة، مع العلم أنه لن يتمكن من تغيير ملابسه إلا بعد خروج وقت الصلاة، ماذا يفعل؟ أمر الله المؤمنين عند أداء الصلوات بأن يطهروا ثيابهم من النجاسات، قال تعالى: وثيابك فطهر. وحينئذ الأصل أن يقوم بإزالة هذه النجاسات عن ثيابه، وإزالة النجاسة خصوصا في وقتنا الحاضر من الأمور السهلة، المياه متوفرة والقدرة على تنظيف الثياب كبيرة، وبالتالي فلا أظن أن لهذه المسألة تطبيقا في عصرنا الحاضر. ومن المعلوم أن الإنسان يبادر إلى امتثال الواجبات الشرعية التي أمر الله عز وجل بها.